المرجو الانضمام إلى قناة فيدي وسفيدي عبر الضغط على زر الاشتراك الأحمر. إذا أردتم التوصل بجديد فيديوهاتنا فور نزولها، اضغطوا على الجرس. ولا تنسوا دعمنا باللايك إذا أعجبكم الفيديو، وأيضا شير إذا أردتم إفادة غيركم، وشكرا لكم. السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم أعزائي في قناتكم فيديو السفيدي من جديد. أتمنى أن تكونوا بألف خير. إذا اليوم إن شاء الله سوف أقدم لكم وصفة رائعة جدا لترطيب الشعر الجاف والخشن. قدمت الكثير من الوصفات في قناتي لترطيب الشعر الجاف، يمكنكم اختيار الوصفات التي تناسبكم حسب مكوناتها والمكونات التي تناسب شعركم والمتواجدة لديكم في البيت. وصفتنا لليوم سوف نحتاج فيها إلى مكون رئيسي وهو صفار بيضة واحدة. صفار البيض كما نعلم أنه مليء بالبروتين، ونعلم أن شعرنا أو أساس شعرتنا هو من البروتين. إذا افتقر أو افتقد شعرنا إلى البروتين فشعرنا يعاني من الجفاف ومن الخشونة ومن التقصف، وأيضا تصبح الشعرة في حد ذاتها كأنها ميتة، يعني وجودها مثل عدمها، يعني شعرة بدون حياة، تفتقر إلى النمعان، جافة جدا يعني متقصفة، يبدو الشعر فعلا كأنه يفتقد إلى الحياة. هذا الماسك إن شاء الله اليوم الذي سوف نعتمده وسوف يعيد إن شاء الله الحياة إلى شعرك، وتستطيعين استعماله كلما أردت، يعني مرة في الأسبوع، مرتين، ثلاث مرات، كلما احتجت إلى هذا الماسك تستعملينه، ومفعوله رائع جدا جدا جدا. المكون الرئيسي في هذا الماسك كما ترون هو أصفر بيضة، هذا هو المكون الرئيسي. صحيح أننا سوف نضيف إليه بعض الأشياء، لكن يبقى صفار البيض هو المكون الرئيسي، وصفار البيض هو أكثر مكون في البيضة، يعني البيضة تحتوي على الصفار وعلى البياض، فصفار البيض هو ما به البروتين المركز، يعني مركز البروتين موجود في صفار البيض أكثر من بياض البيض. بياض البيض سوف أضع به وصفة إن شاء الله قريبا، لكن للشعر الدهني، لكن الشعر الجاف يحتاج أكثر شيء إلى صفار البيض. إذا سوف أقدم لكم الآن طريقة عمل هذه الوصفة. سوف آتي بقدر كما رأيتم، وسوف أضع فيه أصفر بيضة. كما ترون لدي هنا أصفر بيضة، ولدي القليل من البياض هنا، لكنني فصلت البياض عن الصفار، وسوف أستعمل فقط صفار البيضة، بيضة متوسطة إلى صغيرة، المهم أنا أحتاج متوسطة. هذا هو القدر الذي سوف نخلط فيه الوصفة. سوف نأتي بزيت الزيتون كما ترون، أنا هنا أستعمل زيت الزيتون العادي الذي نتناوله، ونعلم كم هي يعني فوائد زيت الزيتون بالنسبة لشعرنا. لديه فوائد رائع جدا سواء للبشرة سواء للشعر، وهو يعتبر مرطب عالي جدا وأكثر زيت يرطب الشعر. إذا هنا سوف أضع ملعقة كبيرة من زيت الزيتون كما ترون، سوف أضيفه إلى صفار البيضة. سوف نضيف الآن ملعقة كبيرة من المايونيز. نعلم جميعا أن المايونيز مفيد جدا 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 للشعر الجاف، فهو أصلا يحتوي على البيض ويحتوي على الزيوت، يعني إذا أردتم ترطيب شعركم بعمق فاعتمدوا على المايونيز، فهو رائع جدا، يمكنكم صنعه في البيت. يعني المايونيز البيتي هو مثله مثل المايونيز المصنع، لكنني هنا سوف أضع المصنع. المايونيز الذي نتناوله عادة، إذن هنا سوف أقوم بإضافة كما ترون ملعقة كبيرة من المايونيز. ونضيف أيضا ملعقة كبيرة من الزبادي، يمكنكم الاستغناء عن هذه الخطوة، لكن أنا أحب جدا إضافة الزبادي إلى هذه الوصفة، لأنه أيضا يعطي كثافة للشعر، وأيضا يعطي لمعان، وأيضا ترطيب رائع للشعر. إذا تضيفون ملعقة كبيرة من الزبادي كما ترون، تضيفونها إلى هذه الوصفة.
يمكنكم إضافة أي زيت أخرى تناسب شعركم. إذا لديكم أي زيت تناسب شعركم يمكنكم إضافتها إلى هذه الوصفة. أنا هنا اكتفيت بزيت الزيتون، يمكنكم إضافة زيت جوز الهند أو أي زيت أخرى تناسب شعركم، يمكنكم إضافتها إلى هذه الوصفة. الآن سوف نخلط هذه الوصفة. كما قلت لكم يمكنكم إضافة أي زيت أخرى تناسب شعركم. يمكنكم أيضا وضع هذه المكونات في الخلاط وخلطها في الخلاط إذا أردتم. هذا الماسك هو أيضا مقوي للشعر، فهو أيضا يقوي الشعر، وكما قلت لكم يعيد البروتينات إلى الشعر ويعيد إليه صحته وحيويته الذي فقدها الشعر، يعني عبر الزمان عبر استعمال الشامبوهات ومواد السيليكون والمواد الكيماوية. فهذه الوصفة يمكنكم اعتبارها أيضا تعيد الحياة إلى شعركم. إذا كان لديكم شعر دهني فاستعملوا بياض البيض ولا تستعملوا زيت الزيتون، يعني الشعر الدهني استعملوا مثلا زيت الجوجوبا فهو رائع للشعر الدهني، يعدل إفرازات الشعر الدهني. وأعوضوا صفار البيض ببياض البيض، لكن هذه الوصفة يعني بصفار البيض تعتبر مناسبة جدا للشعر الجاف. إذا كان شعرك دهني كما قلت لك عوضي الصفار بالبياض وعوضي زيت الزيتون بزيت الجوجوبا، نخلطه أكثر فأكثر. من الأفضل أن تضعوها في المطحنة، يعني من الأفضل، فلا تبقى فيها أبدا رائحة البيض، يعني لا تبقى رائحة البيض عالقة على شعرك ولا تبقى هناك رائحة بيض في الوصفة، تصبح رائحتها جميلة. لكن لدي تنويه سوف أقوله لكم بعد قليل. هذه هي الوصفة بعد أن خلطناها، كما ترون تكون سائلة هكذا. إذا أردتموها مثل كريم قوموا بإضافة ملاعق أخرى من المايونيز، لكنني هكذا استعملها سائلة كما ترى. إذن الآن سوف نأتي إلى طريقة استعمال هذه الوصفة على شعرنا. كيف تستعملي هذه الوصفة على شعرك الجاف؟ طريقة الاستعمال سهلة جدا، لكن يجب عليكم الإنصات جيدا لكي لا تقولوا لي لقد لزقت الوصفة في شعري. يجب عليكم أن تنصتوا جيدا جيدا إلى ما سأقوله. أولا هذه الوصفة يعني تضعونها على شعركم، سواء كان شعرا يعني غير مغسول أو شعر مغسول ليست هناك مشكلة. تأخذونها يعني بيدكم، ومن الأفضل أن تكونوا في حوض الحمام لكي لا توسخوا هكذا البيت أو المطبخ. تأخذونها بيدكم ثم تضعونها على الشعر من الجذور حتى الأطراف، وتركزون على الشعرة يعني على الخصلة بحد ذاتها، تركزون عليها لكي تعالج لنا هذه الوصفة الشعر من الجذور حتى الأطراف، يعني خصلة يعني كأنك تضعين كيراتين، خصلة هكذا خصلة حتى تغطين كامل شعرك بهذه الوصفة. هذه الكمية يعني تكفي حتى إذا كان شعرك طويلا، إذا كان شعرك قصيرا فسوف تكفيك نصف هذه الكمية. بعد ذلك تقومين بلف شعرك كعكة وبوضع بونيه بلاستيكي على شعرك. سوف أضع لكم صورة البونيه لكي تروها. بونيه بلاستيكي أو بلاستيكة، يعني بلاستيكة عادية بيضاء على شعرك، وتلفينها جيدا لكي لا يخرج الهواء من شعرك. تتركين هذه الوصفة يعني من نصف ساعة إلى ساعة، من نصف ساعة إلى ساعة. إذا كان شعرك جافا عادي، جاف عادي يفتقر إلى الحياة وإلى اللمعان إلى آخره، ضعيها نصف ساعة لا تكثري أكثر. إذا كان شعرك خشنا يعني كشعر إفريقيات يمكنك وضعها لمدة ساعة، ساعة كأكثر شيء. بعد ذلك الآن نأتي إلى طريقة الغسل. لا تغسلوا هذه الوصفة أبدا بماء ساخن، لا 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 لا، تغسلوها بماء ساخن، يعني هذه الوصفة تغسلونها بماء بارد،
لا ماء فاتر ولا ماء ساخن، تغسلونها بماء بارد. لماذا؟ لأنكم إذا غسلتموها بماء ساخن سوف كأنه سوف يطبخ البيض على شعركم، يعني البيض سوف يصبح مطبوخ وسوف يلزق بشعركم. اغسلوها بماء بارد، ليس ماء مثلج لكنه ماء بارد، لا دافئ ولا ساخن. اغسلوها عادي يعني بالماء حتى تذهب الوصفة من شعركم، ثم اغسلوها بالشامبو المناسب لكم. من الأفضل كما أقول دائما أن يكون خالي من السيليكون، وبعد ذلك استمتعوا بشعر جميل جدا. سوف تلاحظون منذ أول استعمال أن هناك لمعان في شعركم، والشعرة تصبح يعني عند غسلها بالشامبو تحسونها تحت الحمام أو تحت الدوش، تحسون أن الشعرة بحد ذاتها أصبحت رطبة، يعني تحسون أن الشعرة أصبحت رطبة جدا، ويعني يسهل لمسها ومشطها إلى آخره. سوف تحسون بنعومة شعركم مباشرة بعد عمل هذه الوصفة. لكن كما قلت لكم، للحصول على مفعول يعني دائم أو شبه دائم، يجب عليكم استخدامها مرة مرتين في الأسبوع لمدة شهر أو أكثر، لكي تعطيكم النتيجة النهائية، لأن كل شخص يعني كل فتاة منا شعرها يفتقر إلى البروتين بنسبة معينة. ربما هذه الوصفة تعطيك نتيجة منذ المرة الأولى، منذ المرة الثانية، منذ المرة الثالثة، لكن اللمعان، أتحدث عن اللمعان وعن الحيوية، سوف تلاحظينها منذ أول استعمال. نتيجة رائعة جدا، شعر رطب غير جاف غير خشن، جميل الملمس ورطب الملمس. جربوها فلن تندموا على تجربتها أبدا. وكما قلت لكم، اغسلوها بماء بارد وكرروا العملية مرة مرتين ثلاث مرات في الأسبوع حتى تحصلوا على نتيجة أروع وأروع وأروع، ونتيجة طويلة الأمد. إذا كانت هذه وصفتنا لليوم، أتمنى أن تكون قد نالت إعجابكم وأفادتكم. انشروها كالعادة في الواتساب، في الفيسبوك، في تويتر، وفي جميع وسائل التواصل الاجتماعي لإفادة غيركم. انشروها أيضا مع أصدقائكم وعائلتكم لإفادتهم، ولا تنسوا الضغط على لايك وكتابة تعليقات تحت، سوف أجيب عليها بإذن الله. سوف أجيب على أكثر يعني تعليقات، على أكثر قدر من التعليقات، وكلما أسرعتم في التعليق كلما أجبت عليكم. ولا تنسوا الاشتراك في القناة عبر الضغط على زر الاشتراك الأحمر للانضمام إلى عائلة قناة فيديو السفيدي، وأنا أراكم في فيديو وصفة جديدة بإذن الله. في أمان الله.